لدى استقبال سموه لوفد من أهالي قرية الصالحية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن احتياجات المواطنين أولوية لا تسبقها ولا تدانيها أي أولوية، ومناشداتهم تلقى الاستجابة السريعة منا لأننا قريبون منهم وهم قريبون منا، ونحن في الحكومة نحرص أن نهيئ ونوفر لمواطنينا الخدمات كافة. وقال سموه: كل الوزراء والمسؤولين في الحكومة وأنا في مقدمتهم نتابع احتياجات المواطنين ونعمل على تحقيقها. وأصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته الكريمة لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان بزيارة بعض البيوت المتضررة في الصالحية ولقاء العوائل ذات الحاجة وتلبية متطلباتها على الفور وتحديد مواقع بناء وحدات إسكانية جديدة لأهالي القرية ضمن المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر ليضبية صباح اليوم وفدا من أهالي قرية الصالحية الذين رفعوا إلى سموه أسماء آيات الشكر والتقدير على توجيهات سموه الكريمة مؤخرا بمتابعة احتياجات أهالي القرية من الخدمات الإسكانية بما يحقق كفاية الأهالي فيها من هذه الخدمات. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على أن جميع المشروعات التنموية التي تشهدها مختلف مدن وقرى المملكة تهدف إلى توفير أسباب الراحة والطمأنينة للمواطنين في حياتهم ومعيشتهم على كافة المستويات. وأكد سموه أن الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها ستواصل العمل من أجل تحقيق كل ما يتطلع إليه المواطنون في مختلف مناطق البحرين، وأن جميع الطاقات والإمكانات موجهة لأن تنال كافة مدن وقرى مملكة البحرين نصيبها من التنمية الشاملة التي تكفل للمواطن احتياجاته وتلبي تطلعاته بشكل مستدام. وقال سموه أنه لا توجد قيود أو حواجز بين الحكومة والمواطن أينما كان، والأبواب دائما مفتوحة وقنوات التواصل متعددة وصوت المواطن مسموع، وتلبية احتياجاته هي محور كل جهد تقوم به الحكومة. واستمع سموه من أهالي الصالحية إلى مطالبهم الخاصة بتطوير البنية التحتية والطرق والإسكان، حيث أكد سموه أن تحقيق تطلعات المواطنين هو واجبنا ومسؤوليتنا التي لا يشغلنا عنها أي أمر آخر، وسنظل نبذل جهدنا في هذا المسار من أجل رفاه المواطنين وازدهار ونماء الوطن في حاضره وتوفير العيش الكريم للأجيال المقبلة. ونوه سموه إلى ما تحقق من تقدم في المسارات التنموية لتوفير متطلبات المواطنين، خاصة على صعيد الملف الإسكاني الذي يحظى بكل الاهتمام والدعم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وكفاية المواطنين من الخدمات الإسكانية في كافة مناطق المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي يا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، إنه ليوم عظيم أن نتشرف بلقاء سموكم، وكم كنت أتمنى هذا اللقاء وأحلم به، ولكن بعد طول انتظار تحققت أمنيتي، فإني سعيدة أن أراك وأن أصافحك يا نور هذا الوطن ويا مسك مملكتنا الحبيبة، فالكل يتغنى بحبك ويشدو بخليفة العز وخليفة المجد وخليفة العطاء وخليفة الأمل، فكلنا مع خليفة نساء رجال وأطفال. أقدم لك مني باقة حب ووفاء، وأختم كلماتي بدعاء بسيط: يا رب يحرسك ويحفظك ويطول بعمرك ويحفظك للبحرين وشعبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبهم توجه أهالي قرية الصالحية بخالص الشكر ووافر التقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يقدمه سموه من نموذج في القرب من المواطنين والحرص على تلمس احتياجاتهم، مشيدين بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورعاية سموه لكافة المواطنين بلا استثناء، في إطار ما يوليه سموه من اهتمام بترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الوطني وتعزيز قيم المواطنة والولاء للوطن وقيادته.
وأثنوا على الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على صعيد ترسيخ دعائم النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وبما يليه سموه من حرص دؤوب على تلامس احتياجات المواطنين والتواصل معهم. وأكدوا أن توجيهات سموه بمتابعة احتياجات القرية في القطاع الإسكاني أثلجت صدورهم وأدخلت السعادة إلى نفوسهم، مؤكدين أن ذلك يجسد نهج سموه في أن يكون قريبا من المواطنين، يتابع احتياجاتهم ويوجه إلى تلبيتها. وقد تشرفت فاطمة سلمان محمد بإلقاء كلمة نيابة عن الأهالي، كما تشرف مشعل المالكي بإلقاء قصيدة شعرية أمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.